كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل عشان من عندي عزومة، فهعمل فيليه بالمستردة. هقول لكم مكوناته. عندي فيليه، عندي مستردة سادة، مستردة حبيبات، وعندي فويا صوص، وفلفل اسود، وزيت زيتون، ولبن. هنبتدي نحط اللبن عشان دي كمية كبيرة. نحط اللبن، نحط المستردة، كمان المستردة عندي انا الكمية كبيرة. نعمل المستردة كلها، مستردة الحبيبات، ما بنكترش الملح عشان الصوص، المستردة بتخلي الصوص ده لذيذ، في مزازة حلوة كده. نحط معلقة ملح وربع، نقلب الصوص. نحط الفلفل الأسود، نحط معلقة، معلقتين، نحط الفويا صوص بدلها العسل الأسود، بدلها عسل اسود لو ما فيش، زيت زيتون، نحط سويت شري، هدي معلقتين بس. اللحمة دي بعد ما بتتبل في الصوص ده بنشوحها على النار، وهوريكم طريقتها دلوقتي. انا دلوقتي هتبل اللحمة. كده تبلنا، بنتبل الفيليه في التتبيلة اهي اللي احنا عملناها، وبنرصه على بعضه وبنسيبه يتبل وياكل في تتبيلته. يعني انت لو عندك مثلا عزومة تبليه قبل منها بيوم، وتاني يوم تعمليه، هيبقى طعم اللحمة تحفة معاك. على فكرة والله العظيم الاكل ده اكل فنادق، فيعني انا بعمله لكم، يبقى عندكم كل الوصفات اللي انتم محتاجينها. الاكل ده بيتجاب من فنادق اهي، اتبلت، تبلتها كلها. ادي اللحمة، ودي حاجة فخمة جدا وبتتعمل في العزائم الكبيرة. وكل سنة وانتم طيبين، ولما برضو يحسن ختامها ربنا هتبقى جميلة. الفيليه بعدين زي الذهب اهو، شرب الصوص بتاعه كده، هو استوى. بقى نشيلاه، حطيت طاسة كمان على عين تانية احمر فيها بقية الفيليه،
عندي في الوقت، لان زي ما بقول لكم كده انا بعمل نفس عجايب، وانا عندي مدينه كبيره وعايزه انجز في الوقت، فبحاول اصور لكم حاجه من اللي انا بعمله عشان اللي تحب تعملوها. ادي انا صورت لكم الفلفل بخطواته المختلفه، خطواته كلها، ويا ريت تعملوه وتبعتوا لي في النقاط ايه رايكم، هل عجبكم؟ ما تنسونيش اللايك والشير، تبعتوا لي عشان يوصلكم كل جديد. شفتوا الفلفل؟ بس كده استوى، لما تقول كده وشرب ميه اللي انزلها كده استوى. كده الفلفل استوى، اللي نازل بقى من صوص اللحمه احط له 3 أو 4 معالق دقيق وأقلبه، حمره فيه، قلب الصوص ده لو عايز سنة زيت حط له، تتحمر. اهي اتحمرت، يعني هي مش بتتحمر قوي، حطيت عليها بقيه الصوص اللي احنا متبلين فيه، اللي احنا تبلنا بيه الفليه، بقوم حطاه واقوم مزوداها بعد كده كريمه، بحط بقى الكريمه على الصوص، وحطيت له قرص ماجي وهقلبه كله مع بعضه كده، وهم حطاه على الفليه ويتقدم مع رز قليل. عادي الصوص بيغلي، بعد ما غلي اهو احطه على الفليه، الفليه اهو بعد ما اتحمر انا هضيف عليه الصوص بتاعه كله اهو، هيبقى ادي اللحمه بصوص المستردة والكريمه، وبالف هنا بشفا، وتتاكل مع رز ابيض، وهي مجرد ما تغلي هنغطش عليها وخلصت على كده. سلام عليكم. ده الفليه اللي احنا عملناه، عملنا خطواته كلها وحطينا عليه مرنج. المرنج ده احنا عاملينه اهو محطوط عليه يعني زي المشروم كده، بس تحفه بالهنا والشفا.